مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على حلقتكم المباشره من مدينه الدار البيضاء. الطقس الطريف السيار الرابط بين مراتش كازابلانكا. شو ندخل الدار البيضاء؟ شيء ضروري كبير تزامن مع وقت الدروة. شوفوا الناس اللي خدامين في براكش برشين ستات، توجهوا الى المطار، توجهوا للدار البيضاء. كما تلاحظوا معنا تقريبا تحديد الدار البيضاء. سامي سامي اللي يكمل معكم التعليق. سامي مرحبا بك معنا. هذا السيارة اللي كنهرب ما بين الدار البيضاء ومراكش، يعني هناك نعيشوا واحد أزمة مرور أو أمبوتياج اللي كاين في الطريق العادية. كنتمنى من الناس اللي سايقين يغضوا البال ويحضروا مسافة الأمان، ما يدخلوش الصالح ديال البوكياج، ماشي الصالح ديال السائقين. مازال باينينش حنا يعني بشوية بشوية نوصلوا للسلام والأمان. غضوا البال الناس اللي غاديين في السائقين، ولا شي واحد كيشاهد الفيديو مع شي واحد سايقين الباب ضروري، وكذلك السلام ضروري، وكذلك مسافة الأمان. كرام اللي بزاف طرابيات كاينين، المكياج اللي كبير بزاف في الطريق اللي كتدخل لكازا بالضبط. الجهة الأخرى كتبان ليا مكاينش فيها بزاف ديال الزحام، أما الجهة اللي كتدخل لكازا فيها بزاف ديال الزحام. غدو بالنا الناس اللي جايين من الطريق هذي، غدو بالنا اللي كنمشيو مشي للكرام اللي الطوموبيلة تحت الطوموبيلة، يعني مكاينش مسافة الأمان. شريت المتر الوحيد مكاينش. كنشوفو سامي سامي بأن حتى الأشغال مازال مسالاتش هنايا، باقي كتشوفو أشغال مازال الزحام. هذا شو هو راجع لسبب الأشغال، يعني ديك الطريق والأشغال اللي باقي مسالاتش، اللي مدة الأشغال اللي كاينة. نتمناو أنهم يزيدو أقل شوية يمكنو تيسر الطريق، الأشغال كيسدو عراق السير بحال هكا. كنشوفو بغا يوسعو الطريق، شي الطريق هو مضيقة، الناس يحاولوا يزيدو بزاف ويبغيو يشوفو بلاصة وحدة. وهادشي ميمكنش، كنحطو بالنا و خاصة باش غيجاو لنا ماتش مهم، غادي نسالو نسالو على هادشي. نتمناو نسالو باش غيجاو لنا ماتش مهم باش نمشي نسالو في الطريق ديالنا و تكون معنا في الطريق ديالنا. هاد السحام هذا ماشي في صالح ديال السائقين بتاتا، حتى الحواجز ما بين الطريق اللي كنديرو ماتش مكيناش، مغاتبانش كيف بالليل ما كاينش شي حاجه اللي كتشوفها مع بعض في الطريق. انا كاين واحد الفراغ ديال دي الطريق باش واحد تجلسي في طوموبيل ولا شي حاجه. نتمنوا الناس اللي تسمعوا هذا الشيء يكون بالك معنا وتقدر الطريق معنا باش الطريق الصغير اللي بين مراكش والدار البيضاء بالضبط في التراجي اللي كيدي كازا بلانكا. مدخل مدخل كازا بلانكا معنا، يعني حب وغوت مع ذلك نمشيو نشوف شوية، غادي نشوف شوية الضغوط نورمالمون كتكون أحسن من الطريق الوطنية. الناس كيستعملوها باش يوقفوش غادي يبقاو غاديين، هنا العكس هنا أوطو غوت ولكنها بحال الطريق الوطنية. كثر الزحام وكثر الضيق ديال الطريق كتبقى غادي كتوقف كاش كبير.
وجهه الكرام اللي قدام ديالنا في المسافه الكبيره واقفين بعد ذلك تشوي الطواطي على قبل الاشغال نتمنى وزير الكرام واش ممكن اكيد اننا لا يحسن العوام اللي كنا خدامين حينما كل ما زادوا في السرعه ديال العمل ديالهم كل ما بدينا نسالوا في الحياه على القران هذا السوق القادم لكن الحال امس الحاجه اليوم بما اننا دوله مقدره جدا كاس العالم فخاصنا نبقى مزيانين شوف الطريقه هذه اللي كتكون جيت خطا كاس العالم الزامي سامي كاين هنا المغرب حسين نظم كاس افريقيا ستكون جميلة وحتى تظاهرات اخرى وكذلك كتشوف بان تزامنا مع سوبر ليغ افريقي وبان المغرب مرشح في فريق الوداد الرياضي فبطبيعه الحال غادي يكونوا زوار خاصنا نكون فرق مزيانه باش نقولوا ما يكونش طريق الخيبه بالنسبه للناس لا للمستاكن المواطنين ديال المغرب لا الناس اللي غادي يشوفوا المغرب خاصنا نقولوا حنا شي القران وما تكونش عشان بزاف نتمنوا هذه الرساله الناس المسؤولين عنها اسرع وقت ممكن حنا كنشيقوا في بعض المناطق على هذا الشيء نتشاقوا فيهم اكيد ولكن نشوف انه اسرع وقت ممكن اكيد زميل سامي وكان خصوصا كنعرفوا بان عندي وقت الذروه اللي كيكون فيه جميع الناس خارجين من مقرات العمل ديالهم وتلاميذ من المدارس ديالهم شيء بديهي الذي يخلي الطريق عامره بالضبط في بوسكورة على عكس يوم امس اللي كانوا هنا اللي كانت الطريق هذه كانت محبوسه نظرا للعاصفه اللي ضربت البارح وكانت لوطوروت بين كازا مرات محبوسه جبدنا يوم العاصفه اليوم امس الزميل سامي كيفاش عشتي ديك العاصفه كأي مواطن مغربي يعني كتكون حاول تحمي راسك من العاصفة سوشيال شي سقطة لعبيل كتكون بس هاد الشي راشن بخير كحال باش متجيب شي عينك كذلك الباربيس كتكون مرة كدير لها سويدة الصماء باش متشقاش تكون في الطريق مابقاش خاطر على مسافة الأمان لأنه كان كسائق الصباح كنت تقريبا في الطوموبيل يعني كسائق كنحافظ على مسافة الأمان ندير الاحتياطات ديالي باش أي لحظة نكون مستعد لأي حاجة تقدر تشوفها على الطريق بالنسبة للمواطنين فراه عاشوا تقريبا شوية تكفصوا كنتحكوا على كبر الدار ديال الحمام الدار ديالهم تكفصات كاين شحال من واحد طارت شي حاجة ولكن الحمد لله هادشي كان ماشي فعل فاعل ولكن فعل الله سبحانه وتعالى أي حاجة معمولة بحدا بها سيدنا ياسر والحمد لله اليوم راه سقانا من الأمطار ديالو ودينا بداية الأسبوع بطل الخير كنتمنى أنها تكون بخير على علينا كاملين السيمانة هادي وعلى إن شاء الله كاملين وعلى العام كامل إن شاء الله واش داير الكلام شوفوا مازال الطريق الصغير مازال الطريق الوطنية اللي احنا قريب ندخلوا الطريق الوطنية انما نخرج من طريق الصغير الطريق الوطنية اللي في الصغيرة بقى فيها رمض الطياش والاسعاف هادشي كيرجع يعني
نهاية العمل دير واقع وكيتسالوا انهم يدخلوا لكازا وكذلك الاشغال عاوتاني الاشغال اللي كيتسببين سبب الاشغال والسبب المقصد ديال الواقع اللي سيتا شي الشيخ اللي تسبب حوالي تسيري ما بغيناش حنايا اللي غير مرغوب فيها اللي غير باه شفناهم بسبب العصر باش فيها بعد حوالي تسير والحمد لله ما كانوش تسير باش هي تنهار على بعضهم رجال الامن هنايا في الخليج الازرق تحيه رجال الامن الجهه اليمنى كانوا في الرجال في رجال الامن تحيه لهم اللي يراقبوا السلامه الطرفيه الناس اللي حاولوا يديروا البراج باش يوصلوا على الناس تحيه كبيره تشوف الامن ديالنا وتشوف الامراض ديالهم العمل ديالهم كمل وجه مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، نتمنى لكم التوفيق في المشاهدة، إن شاء الله.